لسمكتي المفضلة السمكة اللطيفة الماكريل. البعض هي متهمة دايما ان يقولك سمكة رخيصة، لما يكون مثلا حد يقولك ده ماكريل يا عم بتاع الناس الغلابة. لا، ده احنا فاهمينه غلط. الماكريل ده يا اخوانا بينافس السمك السلمون اللي هو اغلى نوع سمك، بينافس الاستاكوزا، وهو احلى من الاستاكوزا واحلى من الجمبري عند الشيف المغازي. اما انتوا احرار، انتوا بتبصوا للحاجة اللي سعرها غالي. بالعكس، السمكة دي قيمتها الغذائية عالية جدا، غنية بالفسفور، غنية بالزنك، غنية بأوميجا 3. أين يوجد أوميجا 3 في سمكة الماكريل والسلمون والتونة؟ في منطقة مهمة جدا ما بين الجلدة وما بين اللحم، فعشان كده الماكريل ما ينفعش إن احنا نفقد الجلدة بتاعته. حلو الكلام ولا نقشره؟ حلو، تعالوا نقطعه مع بعض. الأول هنخلص من الراس دي، مش عايزينها، نخلص منها بشياكة كده أهو، بلاها مش هنسلقها في ميه ولا حاجه. اعتقد ان فيها نسبه زفاره شويه، فاول حاجه خلصت منها الراس. سمك بيتنضف ويتغسل بميه ساعه. الراس دي مش عايزها اهي، اشيلها كده خالص واشيل الطبق كله على بعضه من هنا. حلو الكلام، حلو الكلام. هنمسك الماكريل، السمك دي تقطع على ثلاثه، وانا من الناس اللي بيحبوا السمكه بديلها بشخصيتها، يعني ديل السمكة دايما يكون معايا مقلي او مشوي. اللهم صل على النبي. نشتريه ازاي الماكريل؟ البعض بيتساءل نشتري الماكريل ازاي؟ هو مزارع؟ لا، السمكة دي بتيجي مستوردة. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، نشوف المقادير الماكريل على الهواء والماكريل بايد الحلوة. هو ده، الله عليك. كزبرة وشبت وقرفة وكمون وملح وفلفل، وما ننساش التوم والزيت للقليه طبعا، والطشه بتاعتنا تومه كزبره ناشفه عصره ليمون. المقادير على الشاشه شفناها مع بعض، واحنا بنقطع الماكريل دلوقتي بالشكل اللطيف ده كده، سكينه حاميه لان الانسجه بتاعته اهي. شفت السمكه حلوه ازاي؟ بالله عليك يا استاذنا المخرج الجميل اللي بحبه شفيق، اهي. يلا حلو، تعالوا مع بعض هنتبله تتبيله سريعه كده عشان نقليه في الزيت الاول. حلوة زي الفل. شوية ماكريل بالأمانة يعني يستاهلوا كتير قوي، لأن في خبرة طهوية هنا هتعملها. أول حاجة بنحطها التوم. حلوة أوي بالشكل ده كده. معلقة فلفلة حلوة فرمنها في الكبة بتاعتنا. حلوة أوي. إيه اللي يشيل الزفارة من الماكريل يا مغازي؟ شوية شمر وقرفة ناعمين. حلو الكلام. ومعلقة مستردة لطيفة بسيطة. أنا بتبل السمك دلوقتي عشان أبدأ إن أنا أحمره في الزيت. كمون، دي البهارات موجودة في أي بيت يعني، إحنا مش بنخترع. البهارات دي موجودة عندك، طبيعي بتجيبيها، سواء هتعملي سمك سواء هتعملي أي حاجة، دي مستردة. ايه اللي يثبت التوابل دي كلها في قلب السمكه؟ قولوا لي بقى ايه اللي يثبتها. معلقه دقيق تتحط كده بالشكل ده كده، وعصره ليمون يا استاذ احمد. بولتي مقلي مقرمش، تجيب البولتي تغسله بميه ساقعه. حلو الكلام. وبعد كده تخليه على جنب وتقطع الظهريه بتاعته بسكينه. حلو. وتتبله بنفس التتبيله اللي تبلت بيها دلوقتي السمك الماكريل. توم، كزبره، مسترده، عصير ليمون، وشويه ملح وشويه فلفل وشويه بابريكا. حلو الكلام. وبعد كده تسيبه في قلب الدقيق لمده ربع ساعه. بعد الربع ساعه دي بتطلعه من الدقيق، تنسبه بالميه وتقليه في قلب الزيت. ناخد الماكريل بتاعنا ده كده، يلا فرسان التلفزيون المصري. التحميره دي كده مهم زي ما هو كده. اشيل دي كده في ايديا معلش. اللهم صل على النبي. السمكه دي يا اخوانا مظلومه ما بين الاسماك، فقيره اعلاميا. الشيف المغازي بيقويها اعلاميا. يعني ايه فقيره اعلاميا؟ يعني لازم نتكلم عنها عشان نهتم بيها. اولا هي في متناول الجميع، ولكن نصيحه مني لما تشتريها من عندي حلقه السمك او من السماك
او من المحل اللي بتشتري منه ايا كان هو لازم تكون مجمده، ما تشتريهاش فكه، ما تشتريهاش تكون طريه. حلو الكلام؟ يعني تشتريها مجمده انت اللي تفكها في البيت عشان تضمن الجوده بتاعتها، تضمن الصلاحيه بتاعتها. الكلام اللي بقوله ده تحت منه خط كبير قوي عشان نضمن السمكه. هنشيل البلانشه بتاعتنا باللي عليها بالسكينه ونشتغل في حاجه تانية. ليه يا شيف؟ برضو الماكريل فيه سنه زفاره، ولما انت تقلي في زيت الماكريل ما تقليش فيه حاجه تاني. والسكينه اللي تقطعي بيها الماكريل ما ينفعش تقطعي بيها جمبري ولا سمك فريش بياض، وهكذا. اخبار الماكريل يا شيف؟ بص على الحلاوه، بص على الحلاوه هنا. الحلاوه هنا بتتكلم مصري. ارفع من النار. حلو قوي لغايه كده زي الفل. هنشيل السمك ده من الزيت ونحطه هنا زي ما هو كده بتفاصيله. يا ويلي، سمك الماكريل بطريقه جديده في قلب الصينيه. واخد الصينيه دي يا مغازي واحطها هنا. حلوه قوي. وناخد خلطه حلوه من دي كده، كزبره خضراء، شويه فلفله حلوه، دي الطشه، شويه فلفله حمراء، حلو، فص ثوم ني، كل دول مع بعض يا شيف، عصير ليمون، حلو. ناخد الخلطه دي كلها مع شويه ملح، عينيه حاضر، شويه ملح وشويه فلفل، كوبايه فين، حلو الكلام. ونحط على ده كله يا عم الشيف شويه زيت زيتون، ونقلب كل ده مع بعضه على الماكريل. ويخش الفرن. شفتوا الكلام يا اخوانا؟ لطيف خالص وبسيط. تاني زيت، عصير ليمون، كزبره خضراء، عينيه، فلفله حلوه، كل ده مع بعضه. واخد الخلطه دي يا شيف كده. الله، اكيد في لوحه فنيه هنا. اي نعم، سمكه مستورده في متناول الجميع، عند بتاع الخضار بيبيعها، عند السماك بيبيعها، في السوبر ماركت بيبيعها، ولكن الفن الطهوي مش بيتباع. فين يا عم الشيف؟ في الراس وفي الكراس. كل ده مع بعضه على فين؟ على فين قول لي يا شفيق؟ مش على السفره حبيب هارتي كده، صاحي معايا. درجه حراره الفرن عندي 180، صلي على الحبيب قلبك يطيب. عندي صينيه هطلعها من الفرن عشان عايزها بعد دقائق، خليها جنب هنا كده. وناخد السمك الحلو ده كده زي ما هو، زي ما هو، على الشبكه. الماكريل بتفاصيله سمكه في متناول الجميع، ولكن زي ما بدات الحلقه بتاعتي، سمكتي المفضله مش علشان هي ماكريل ولا علشان هي مستورده، عشان قيمتها الغذائيه العاليه جدا. فعلا يا صبابين القهوه زيدوا حالتها. تعالوا شوفوا الماكريل، ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ يلا ماكريل. كل يوم ناكله سنجاري بيبقى زفر، ناكله مقلي يبقى زفر. شيف المغازي عمله ازاي؟ بالتفاصيل دي. هستاذن مخرجنا الجميل وفريق العمل اللي بكن له الاحترام والتقدير، مقادير الماكريل تاني مع الصوره الحلوه اللي تتحدث عن نفسها. الماكريل اهو، جيب لي بقى صوره حلوه مع المقادير بتاعته. حلو قوي. طيب اخبار السمك الفيليه ايه واحنا مع بعض كده؟ ماكريل، الله عليك، الله عليك وعلى والديك. المقادير على الشاشه مع الصوره الحلوه والتفاصيل الحلوه ونظافة البوتاجاز أول بأول، وخاصة لو بتعملي سمك يا أختي يا خالتي يا عمتي، لازم مطبخك يكون رايق وفايق. ده بيديكي طاقة إيجابية يعني لا تسعها السماء والأرض، والله العظيم بجد. مطبخك نظيف ورايق، جوزك حب يخش المطبخ يعمل طبق بيض ويوريلك عضلاته في قلب المطبخ ويقولك أنا بعرف أطبخ زي الشيف المغازي، تسمحي له وتدي له فرصة. الجرنش ده مطلوب، السمك ده بيحب الطشه الحلوه بتاعت الفلفله الحلوه، خد لون تاني وشكل تاني. انت بقى حطيها على السفره كده وما تقوليش ده سمك ايه لضيوفك وخاصه حماتك. هتقولي الست دي لما تيجي مامتها تعمل لها دنيس وتعمل لها جمبري، انا اجي تعمل لي ماكريل.
بتعمل لك ماكريل عشان بتحبك. اوميجا 3 وخاصه كمان بيلعب في دور كبير جدا في اوميجا 3، بتعلي الذاكره ومنع الزهايمر، ما يجيش بسرعه، ما يجيش غير بعد سن ال 100 ان شاء الله، ربنا يديكم طول العمر. وعندي شويه كمان بهريز من هنا على السمك الماكريل. طبعا انت لازم تعملي الشغل ده، قلديني بقى اهو، ده المطبخ اهو.